بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا من جديد وبرنامج نسق ودلالة. نستمر في مبحث النسق الدلالي في النصوص التوحيدية العلوية، وقد اخترنا نص ورد عن أمير المؤمنين يتحدث عن موضوع التوحيد، واليوم سنتناول محاور جديدة في داخل هذا النص أو الخطبة التي وردت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قبل الخوض في التفاصيل، دعوني أرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ عباس الوهاب الشمري. حياكم أستاذ عباس. حياك الله أستاذ، الله مرحبا بكم جدا. الله يسلمك أستاذ عباس. الخطبة طويلة، ونحن بدأنا من البداية في مقاطع تخص هذه القضية، وهو يتحدث عن موضوع التوحيد. لا بأس أن نقطع من الخطبة مقطع ونقرأه، بعد ذلك ندخل في التفاصيل. نعم. وقبل الخوض في تفاصيل دقيقة، سنطلب منكم موجز عن البدايات التي بدأنا فيها في هذه الخطبة عن أمير المؤمنين. إن شاء الله. الإمام يقول: ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. كل معروف بنفسه مصنوع، وكل قائم في سواه معلول. في سواه نعم. وكل قائم في سواه معلول، فاعل لا باضطراب آلة. في الحلقة الماضية توقفنا عند هذا المقطع، نعم، وتناولنا الفعل والفاعل وما إلى ذلك. نعم. مقدر لا بجول فكرة، غني لا باستفادة، لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه، والعدم وجوده، والابتداء أزله. بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له، وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له. ضاد النور بالظلمة، والوضوح بالبهمة، والجمود بالبلل، والحرور بالصرد. مؤلف بين متعادياتها، مقارن بين متبايناتها. نكتفي بهذا المقدار سر عباس، كما طلبت من عندك إيجاز عن المقاطع الأولى، وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن موضوع التوحيد، وقلت من هذه القضية قضية مفصلية وجوهرية في قضية الاختلاف مع الآخرين. دعني أضيف أيضا شيء، أنه قضية جوهرية أيضا تبين لنا لماذا الله تبارك وتعالى اختار أن يكون امتداد ولايته وولاية رسوله صلى الله عليه وآله بمولانا أمير المؤمنين. يعني الرسول صلى الله عليه وآله في مشهد الغدير قال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: نعم. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. لو نلاحظ في الخطب التوحيدية لأمير المؤمنين، خصوصا أن هذه الخطب التوحيدية ظهرت في الكوفة، يعني بشكلها الواضح عندما كان يرتقي المنبر ويبين للناس، مما يعني بأنه من يتصدى لهذا الأمر ومن يعينه الله تبارك وتعالى ليكون خليفة لرسول الله، لابد أيضا إضافة إلى ما يطبقه من أحكام الله ويسري العدل في المجتمع بتطبيقه لأحكام الله، أيضا ينقذ الناس وينقذ العقول من أن تتقحم ما لا يجوز لها أن تتقحمه، وأن يبين لها ويشذب تلك الأفكار والظنون والأوهام التي قد تتجاوز الحد وتصل إلى مرحلة التجسيم أو التوهم في الله تبارك وتعالى، وتفارق التوحيد على مستوى الفطرة أو على مستوى ما هو موجود في العقل والقلب. فلذلك مولانا أمير المؤمنين في خطبه التوحيدية، لا ننسى ونحن نقرأ، نحن نقرأ إلى من اختارته السماء ليكون حاكما بما حكم به الله تبارك وتعالى، ليكون وليا بولاية الله ورسوله. من هذه الناحية أنا عادة عندما أتلمس بعض العبارات التوحيدية أقول: هكذا يكونون من يختارهم الله، بل اختيار الله لهم جزء من مضامين ينكشف فيما ينطقون به من هذه الحكم، أنه يعني هم يعرفون بطرق السماء. دلالة واضحة فيها على، نعم، لماذا اختارهم الله سبحانه. نعم. لذلك هو كان يقول: سلوني قبل أن تفقدون.
فأني بطرق السماء أعلم مني بطرق الأرض. بمعنى بس سؤال عام باعتبار أنكم مطلعون على النصوص التي وردت في قضية التوحيد وغير التوحيد، هل وجدتم شيء مقارب لهذا الكلام لأي شخص آخر؟ لا لا يوجد، هم فقط واحد يعني كأنما موالين على. خلينا بالأرقام، المسافة بين حديث أمير المؤمنين وحديث غيره كم يكون؟ لا توجد مسافة أصلا، لأنه غيره إذا لم يستل منه وقع في الضلال. يعني احنا احيانا يستل منه يستل، يعني احيانا التاثر. يعني الان اذا قلت لي اكتب شيئا ساكتب استحضارا لكثير من هذه الاصداء، عندما اما اذا كنت لا لن لا يوجد من ينفرد لا تعيش هذه الاصداء فلن تستطيع ان تكتب، الا وكلما كتبت شيء يحصل فيه اخفاق وضلال سواء من جهه المعنى او المبنى. لذلك حتى الان نقرا عبارات احيانا تعجبنا مثلا للمتصوفة لغيرهم، نجد أن جذورها مرتبطة بما قالوه موالينا، لكنها أحيانا تنسب إلى سواهم وهكذا. أما على مستوى التوحيد فالتوحيد إشكال عندما يتحدث أحد فيه ستجد بأنه لا يستطيع أن يصل إلى المضامين، ولا يستطيع أحيانا إذا استوعب بعض المضامين فلا يستطيع أن يوصلها بهذا الشكل الذي هو يبدو عجيبا. يعني أنت تستطيع أحيانا أن تستغني عن الإبداع البشري بإبداع أمير المؤمنين من جهة البنية فقط. البنية يعني كيف إحنا الآن عندنا كثير من البشر عندما يستعملون مثلا النصوص الإبداعية كالشعر والنثر تجد أنه يصلون إلى المعاني ببنيات عالية وجميلة، لكن مع أمير المؤمنين رغم أنه لا يستهدف قضايا العاطفة. يعني مثلا عادة الشعراء عندما يستعملون المباني العالية يستعملونها لأمور عاطفية تمس الناس وما إلى ذلك، فيعني تنجذب إليها لأن المضمون عاطف، بينما الإمام لغته لمضامين هي أصلا مجردة، يعني أصلا خلينا نعبر عنها هكذا فلسفية كلامية. يعني عادة من الذي يتبحر في قضايا المرتبطة بالتوحيد والقضايا العقائدية؟ يعني جزء من علم الفلسفة، علم الكلام، فهذه قضايا تجريدية لا تجذب يعني حتى في بنية. لكن مع أمير المؤمنين الأمر مختلف، يعني عباراته تأتي جذابة بالرغم من أنه الموضوع عميق، الموضوع فيه يعني يحتاج إلى فكر وقاد ليسايره، لكن ينجذب ابتداء من المباني. فعندما يقول مثلا مولانا أمير المؤمنين أم هذا الذي أنشأه في ظلمات الأرحام وشغف الأستار نطفة دهاقة وعلقة محاقة وجنينا وراضعة ووليدا ويافعة ثم منحه قلبا حافظة ولسانا لافظة وبصرا لاحظة ليفهم معتبرة ويقصر مزدجرة حتى إذا قام اعتداله واستوى مثاله نفض مستكبرا وخبط سادرة. فتلاحظ من يتحدث بالرغم من أنه جاي حاكي قضية كيف أن الإنسان يتقلب في حياته، كيف الإنسان يتمرد، وهذا اللي يجعل العلماء متفقين على أمر أنه النصوص في العادة مجرد النظر الفاحص إلها يدل على أنه ورد عن المعصوم لم يرد. نعم، يعني الموعظة عند أمير المؤمنين على جهة البنية عجيبة، يعني فاتق الله تقية من سمع فخشع واقترف فاعترف وحاذر فبادر وأيقن فأحسن وعبر فاعتبر وحذر فازدجر وأجاب فأناب ورجع فتاب واقتدى فاعتدى وأري فرع. هذه المعاني من تجي متدفقة بهذا الشكل ممكن أن تقول بأنه لقضايا مرتبطة أحيانا بالمشاعر بالأمور العامة اللي تقول ممكن أن أما تأتي على جهة الوعظ وعلى جهة التذكير وعلى الجهات الفلسفية على الجهات المرتبطة بالعقائد وتجد بأنه هذه اللغة بهذه الرشاقة وهذا القوة وهذا النبل، فشيء يعني عجيب حقيقة. طيب عموما نعود الآن إذا ما أردتموه في قضية أنه نعطي موجز قلتم للخطبة. أمير المؤمنين ابتداء يريد أن يجرد العقل أو ينقذ العقل من أنه يتقحم ويتوغل في القضايا التي بالنتيجة النهائية ترسم له التوحيد وكأنه هو يتحدث عن كائن مجسم.
يعني يريد أن يبعده ويقول له أنت إذا أردت أن تصل إلى مرحلة أن تكون موحداً عارفاً بالله فأنت لا تستطيع أن تصل إلى هذا التوحيد إذا بدأت تتصرف أو تتساءل عن كيف. يعني إذا وجدت الكيف باعتبار الكيف الله أوجده صحيح، فأنت إذا قلت كيف وجد الله إذن لن تصل إلى التوحيد، لأن أصلاً أنت تبني التوحيد على وفق مشاهدات أو على وفق مقايسات لها علاقة بعالم المادة وعالم المخلوقية. المخلوق تسأل كيف خلق، أما الخالق إذا قلت كيف خلق أنت حولت الخالق إلى مخلوق. يعني أنت مجرد أن تقول كيف خلق الخالق إذا أنت تتحدث الآن عن مخلوق أم خالق؟ تتحدث عن مخلوق. الخالق لا يمكن أن يرتبط به الكيف. صحيح. لا تقول كيف خلق. لذلك صفات الباري لا يجوز إطلاقها على غيره، يعني لا يجوز أن تطلق وتقول لفظة الخالق على غير الله تبارك وتعالى، لأنه ممكن أن يأذن الله لما يشاء أن يخلق لكن لا يقال عنه خالقة أو الخالق. إذا قلت بهذا الإطلاق هذا الاسم معناها أنت تتحدث عن اللا مخلوق أو الذي هو خالق ولا يكون مخلوقا. أما هل تحدثنا عنها قلنا لأنه فعل المخلوق لابد وأنه يكون عنوانا لانفعاله وليس لفعاليته. فمن هنا قال ما وحده من كيفه ولا حقيقته أصاب من مثله. أنت تذهب تريد أن تجعل مثالا لله وتريد أن تصيب الحقيقة بهذا المثال. الله تبارك وتعالى هو أوجد الأشياء. المثال اللي أنت تستقي مما هو موجود في الواقع الخارجي هذا واقع مخلوق، فلا يمكن أن تصل فيه إلى حقيقة الخالق. حقيقة الخالق لا تدرك أصلا بالنسبة إلى المخلوق. ولا إياه عنا من شبهه ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. هنا أنت بالنسبة إليك إذا جعلت هناك ما نعرفه بأنه حلول في المكان، فوق وتحت، نزول وصعود، صعود، مجيء وذهاب، كل هذه الأمور إذا وضعتها فأنت لن تقصد الله، لن تصل إلى الله. الرحلة هذه حاولنا أن نبينها بتلك يعني بالحلقات السابقة. الرحلة إلى الله تبارك وتعالى وإن كانت تستلهم من فعل الله الذي في الخارج لكن هي تسقط بالنتيجة النهائية على الثابت الفطري في نفس المخلوق، بحيث يستشعر في داخله بهذا الانشداد إلى الخالق لكن لا يتوهم بعد ذلك ويقول مثلا. نحن عادة عندما ندعو فإننا نشير إلى السماء، هذه الإشارة إلى السماء لا يفترض بأنه توقعنا في وهم بأن الله موجود على كرسي أو في سماء فوق أو تحت وكذا. هذه القضية مجرد أنت تفعلها دلالة رمزية معينة إلى العلو، قضية حسية لا مكانية. لكن أنت البعض ممكن أنه يتوهم فيها. أنه يأتي أمير المؤمنين ليبين. يعني إحنا بالضبط كأننا الأطفال اللي تحاول أنت أن توصلهم رويدا رويدا إلى أن يصلوا إلى مرحلة أن يستوعبوا الفرق بين الرموز والحقائق. فأنت أحيانا عندما تطلق على الله تبارك وتعالى تقول هو العلي العظيم، العلي هذا ليس معناه الارتفاع في المكان. العلو هنا أنه أمره نافذ، لا يمكن لأحد أن يكون أن يأمر في مقابل أمر الله تبارك لا وتعالى. لا علوا مكانيا. وأحيانا أنت عندما تتحدث بصفة العلو وتنظر إلى السماء عندما تريد أن تدعو أو تناجي فهذا يجب أن تستحضر فيه أن الذي تدعوه هو متسلط وآمر، مو القضية قضية أنه تدعوه بهذا العنوان الآخر وتشير إليه بهذا التوهم. كل معروف بنفسه مصنوع. فإذا الشيء إذا وجد كجوهر فهذا مصنوع. يعني الشيء أنت إذا بدأت تحيط به وتحدده وتعرفه فهذا من دلال المصنوعية. وإنما الغير مصنوع أي الخالق هو الذي لا يمكن إدراكه. فمن هذه الناحية أيضا تحدثنا وكل قائم في سواه معلول. لأنه قيومية الله، الله تبارك وتعالى هو الحي القيوم، نحن نتقوم بقيومية الله، فكل قائم في سواه معلول.
يعني مخلوق له علة في إيجاده. فاعل لا باضطراب آلة، هذا هنا قلنا تنزيه لفاعلية الله عن أن تكون بالمباشرة، يعني الله تبارك وتعالى لا يباشر المخلوق أو لا يباشر الفعل بنفسه، لأنه إذا حصلت مباشرة على تصوراتنا وفهمنا أنه المباشرة إذا حصلت معناها هناك حدود، صحيح، والله تبارك وتعالى منزه عن الحدود، ولا يدرك لا بعقل ولا بوهم ولا لا يدرك، لا الله لا تدركه الأبصار. فعندما تنسب الفاعلية إلى الله عليك أن تعلم بأن قدرة الله التامة أصلاً هي عنوان القدرة التامة هو عدم المباشرة، وإنما الذي لا يمتلك القدرة التامة يباشر. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ما يتعكز عليه أو التواصل. نعم. مقدر لا بجول فكرة، يعني عندما نقول الله تبارك وتعالى وكل شيء عنده بمقدار وإنه يقدر الأشياء، أنا إذا أردت أقدر فأحتاج ورقة وقلم وحسابات وهذا دخلهم وتراجع ودقق. فالله تبارك وتعالى عندما يقدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يصل إلى غاية معينة يضعها، مو معناها بأنه هو سيفكر كحالنا. نعم نحن لا نستطيع أن نتفكر بأنه يعني هناك تقدير من دون أن يكون هناك حسابات، من دون أن يكون هناك عملية نظر. نحن كائنات هكذا وجدنا الأشياء، يعني هكذا سبك في أذهاننا طبيعة الفعل، والحقيقة تكلست هذه المفاهيم في أذهاننا للدرجة التي لا نتخيل فيها. يعني الإنسان إلى مرحلة قريبة ما كان يعني يستطيع أن يستوعب بأنه ممكن أن إشارة إلكترونية تحرك شيء، صحيح، فكان يستغرب كيف أنه الأشياء ممكن إنسان بدون أن يتماس معها تماس مباشر ممكن أن تتحرك. هذه من القضايا التي بدأنا الآن في العصر الحديث نفهم بأنه هناك ممكن قمر صناعي موجود ويتم إصلاحه من قبل منصات موجودة بالأرض عبر إشارات، لكن هذا إلى عهد قريب. ومع ذلك حتى هذا اللي هسه بدأنا نستوعبه أيضا يجعلنا لا نستطيع أن نقول أنه لا يوجد، يعني لا يوجد اتصال، لأنه الاتصال المباشر مو فقط مقتضى أنه التماس أيضا إرسال الإشارة، يعني بالنتيجة ترسل إشارة مادية، الإشارة الكهرومغناطيسية أيضا هي إشارة مادية بالنتيجة، هسه تختلف بالسرعة كيف يتم التأثير، لكن بالنتيجة أنت تتعامل مع أجسام ومواد وتستفاد من قوانين موجودة، وهذه القوانين هي جزء من الكون المادي، يعني القوانين المادية هي غير منفصلة عن الكون المادي. احنا نترجمها احيانا كمعادلات في الكتب، بس هي فاعلة بحقيقة الفاعلية ضمن الكون المادي. فمن هذه الناحية الله تبارك وتعالى عندما يصفه مولانا أمير المؤمنين ويقول مقدر، يعني تقول ان الله قدر هذا الأمر وانه بيده القضاء والقدر، لكن هذا يتم بجول فكرة؟ لا، ليس لا يتم بجول فكرة. كيف يتم هذه الكيفية؟ تعيدنا إلى الله، لأنه فعل الله لا نستطيع أن نقول كيف، لأن نحن إذا أوجدنا الكيف فالكيف الذي نفهمه هو أن يكون شيء مباشر، أن يكون الأمر بجول فكرة، هذا الذي نعرفه. أما أن يقدر من دون جول فكرة هذا لا نستطيع أن نجعل له كيفا، لأنه هذه القضية هي التي القضية المحجوبة، لأننا كائنات نفكر بطريقة جول الفكرة، فلا نستطيع أن نتخيل بأنه هناك من يكون بغير هذه الطبيعة. وهذه أيضا ممكن أن أضيف لها في الشيء، لأن نعم أنه البشر عادة بسبب هذه الأوهام اللي عندهم أحيانا لا يستطيعون أن يتعاملوا مع المجرد، فما إن يصلون إلى مرحلة الإيمان إلا وبعد هنيه وقال لك يريد أن شيء مجسم. فلذلك تشوف بني إسرائيل خرجوا وأنقذهم الله تبارك وتعالى من فرعون، ومع ذلك
بحثوا من عن من رأوا مجسم. من رأوا جماعة أو مجموعة من الناس عاكفين على صنم يعبدونه، قالوا لموسى اجعل لنا إلها، يعني مباشرة تأثر، يريدون أن يخلقوا الصنمية، وكان هذا تمهيد إلى قضية عبادة العجل، لأنه هم ما كانوا ليعبدوا العجل وينساقوا وراء السامري. إذا مو في أفكارهم لم يتخلصوا من هذا التكلس اللي هو أنه يريد أن يربط الأمور ربطا ماديا، ويريد أن يجد إلها يتحاور معه يكون ضمن محيطه أو ضمن حدوده. ولذلك حصل عندنا حتى قضية الغلو في من اصطفاهم الله تبارك وتعالى أيضا لهذه الأسباب، يبدو بأنه لهذه الأسباب. العقول أحيانا تريد أن تصل إلى مرحلة بأنه تسيطر كأنما على الإله. هسه مو سيطرة بالعنوان المادي بأنه تسيطر عليه، يعني تحركه على وفق ما لا. تريد، وإن كان هذا حصل مع الأصنام، لكن تريد أن تسيطر بمعنى أنه تضبط الحقائق على وفق معاييرها هي. فلذلك تريد تنسب، حتى أحيانا يردون ينسبون الخالقية والرازقية والكذا إلى الموالينا، بالرغم من أنه موالينا يعني لم يذكروا ذلك ونهوا عن أنه يكون هناك تفويض في الخلق والرزق بالطريقة التي يتحدثون فيها. أحسنت أستاذ عباس، إذا تسمحون نتوقف إلى فاصل وبعد ذلك نعود معكم من جديد إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير وبعد ذلك نعود ونكمل معكم هذه الحلقة من برنامج نسق ودلال. أتدلني كيف القوافي تبدع، وعلى غديرك كيف يجري المطلع، أم إنه خفر لثورة خاطرك، وصل يجن وآخر يتمنع. فإذا تفرد في غديرك منطق، رحت اقتفاء يراعه أتطلع. وإذا رؤاك تبسمت في كفه، كفي يفوح ومبسمي يتضوع. فعلى غديرك يستطيل بأحمد، سر الخلود ومنكما يتفرع. أسهرت جفني في رباك فلو غفت، مني القوى فعلى جفونك تسطع. مولاي، من لي غير ظلك ملجأ، وبظلك الدنيا تلوذ وتفزع. فعلى خرير من غديرك وانحنت، كل المقامات التي تترفع. أنت الولاء وظلك اليوم انتضى، من صهوة الأزمان ما لا يقشع. لكن إثرك بين، ولك التراب أبا تراب ينتقي ويوزع. والصوت صوت محمد، ورضاب جوهره المصفى في رضابك يصدع. ألقيت طرفي للسماء وجدتها شفة تؤذن والملائك ركع. حسبي بعيدك أنني عزفت يدي أوتار ما وهب البطين الأنزع. حياكم الله من جديد مشاهدينا مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في هذه الحلقة من برنامج نسق والدلالة، وما زلنا في مبحث النسق الدلالي في النصوص التوحيدية العلوية، ونحن نتناول خطبة لأمير المؤمنين يتحدث فيها عن التوحيد. قبل العودة إلى ضيفي ننوه إلى أرقام الهواتف الخاصة بالبرنامج، ستظهر أمامكم أسفل الشاشة بالإمكان الاتصال وطرح الأسئلة فيما يتعلق بهذه النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في موضوع التوحيد. حياكم الله جلسة عباس. حياكم الله أستاذ. الله طيب. غني لا باستفادة، هذا المقطع نتوقف عنده. نعم، غني لا أيضا يعني كأنما هي ذات
الأسلوب لأمير المؤمنين لا يشب لا يعطل ولا يشبه. فلا يعطل إذ يعطي الصفة. الله تبارك وتعالى غني، بس أنا كيف نفهم الغني؟ هذه القضية خلينا نتوقف عليها شوي، هذه قد يكون فد مفهوم معين، لا يعطل ولا يشبه. لا يعطل ولا يشبه، خلينا نعرفها. هو حقيقة التوحيد أنه أنت صفات الباري حقيقة. نعم أنت لا تعطل، هي قاعدة طبعا، لا تعطل بمعنى أنه لا تقول هذه القضية محال أن تفهم فانغلق. البعض هذا التصور موجود في بعض لا، لأن الله وضع الصفات، الله جعل الصفات توقف، ما عندك قابلية ولا عندك قدرة، البشر ما عندهم قدرة على إدراك ما عند الله. أن يتفكروا في الذات ليس لديهم القدرة، يعني بمعنى أنت إذا تفكرت، يقولون هكذا في الحديث، من تفكر في ذات الله تزندق، يعني لا سيكفر. لماذا؟ لأنه أنت تريد أن الذي لا يدرك تريد أن تفكر في حقيقته، لأن الذات هنا إشارة إلى الحقيقة، حقيقة طيب، يعني إلى الكون. نعم، هذا لا يمكن. طيب، هل معنى ذلك بأنه لا نقول لا، ما تجلى في فعل الله تبارك وتعالى يظهر الصفات أو يظهر ما يتصف به الله. هذا الظهور لما يتصف به الله سيكون طريقك للوصول والقرب، وهذه القضية راح أوضحها إذا عندكم. عندنا اتصال من الشيخ فلاح من بغداد. سلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، حياكم الله بخير وعافية، الله يحفظكم والعافيات، وعاد الله عليكم هذه الأيام. آمين يا رب العالمين، أيام متباركة إن شاء الله، الله يحفظكم. ثلاث يوم ونحن في خضم أيام بيعة الغدير بإذن الله الأكبر، عهد المعهود، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. الله يحفظكم، الله يحفظكم. سماحة الدكتور العزيز الدكتور آل وهب المحترم، حقيقة جنابك في تضمينك في بداية البحث عبارة أمير المؤمنين عليه الصلوات سألوني قبل أن تفقدوني. هذا الكشف الذي جعله الله عز وجل لأمير المؤمنين حينما جعله كشف لهم عن أسراره المدخرة فيهم، ائتمنهم عليها وجعلها ودائعا عندهم، وهم أمناء الله في خلقه. نعم. فحينما يقول المعصوم قولوا فينا كل شيء ونزهون عن الربوبية. نعم. وهذا مصداق كونهم العدل الآخر للكتاب، وهذا هو مقام أيامنا هذه في بيعة الغدير، حينما مصداق، بل هو مصداق خير المصادق لبيعة الغدير، حينما قال من كنت مولاه فعلي مولاه. أقول أستاذ العزيز عبارة الله سبحانه وتعالى مكنهم من هذا، مكن أهل البيت وبالخصوص أبو الأئمة عليه السلام علي بن أبي طالب حينما جعلهم أصفياء الله وهم المصطفون من عباده، صفت سرائرهم عن لله خالصة، وبهذا قد استملكوا هذه معاني توحيد الكاملة، وهو هذا شيخنا، وهو جزء من علم الكتاب، حيث أن التوحيد جزء من هذا العلم الذي اصطفاهم الله به. نعم. فيا ريت هذه المعاني جنابكم تعكس، يعني تسيقها الى يوم الغدير، ونحن في قرب ان شاء الله تعالى، واستحقاق امير المؤمنين لهذه المعاني في هذا المعنى. أحسنتم. في هذا اليوم ان شاء الله وصلتكم الله، شكرا جزيلا، الله يحفظكم، حياكم الله، الله يحفظ. عندنا اتصال ثاني، الاخ سعد من بغداد. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم، الله يبارك فيكم. سؤالي للأستاذ، ورد في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وآله حديث طويل أنه سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة، كبرنا فكبرت الملائكة. ألا يعني هذا أن موالينا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا مكلفين وهم كينونات مختارة قبل عالم الذر؟ يعني إحنا إذا كان عالم الذر أو عالم الميثاق بدأ التكليف، وأنه كلفنا بحيث أنه شهدنا بالشهادتين في عالم الذر، هم قبل هذه العوالم كانوا مكلفين بحيث، وكان عندهم دور، كانوا مختارين بحيث أنه علموا الملائكة، واضح، أو أنه رسول الله يقول أنه أنا نبي وآدم بين الماء والطين، واضح. هذا الدور في عالم الملك هو استمرارية ذاك العالم، أو أنه صار دور آخر اللي نص عليه القرآن الكريم
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أرجو توضيح هذا الموضوع أستاذ عباس، مع جزيل الشكر والامتنان لك والفضائية كربلاء على هذا البرنامج النوعي المفيد جدا، وشكرا. حياكم الله. عندنا اتصال أيضا، أخت أم محمد من بغداد، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. متباركين أستاذ. الله يبارك فيك. هذا العيد الأكبر، عيد الله الأكبر. علينا عليكم. عندي سؤال إلى دكتور عبد الله. نعم. نعم بخدمتكم. إحنا نعرف المكان اللي يبيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وأهل بيته، بس أنا البارحة دا أقرأ سورة الأحزاب، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الله هو لا تطع الكافرين. يعني مرات تيجي آيات قرآنية فيها مثل هيك توجيه للرسول، هنا شنو المغزى من هذا الشيء؟ يعني ليش يوجهها؟ هو يعرف إنه هو يطيع الله عز وجل، وماكو أحد يطيع مثل النبي محمد، بس ليش تجينا هيك آيات يعني؟ نعم. وشكرا جزيلا، حشاكم الله مع الله. حياكم الله وأنتم كذلك. نعم. اتصال أيضا من أختهم فاطمة من النجف، سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. العفو دكتور، تسأل يعني أثناء حديثكم. نعم. كأنه يعني الناس يعني تتخبط في معرفة الإله أو اتخاذ الإله بدون يعني الأنبياء والرسل ولا إمنا. نعم. زين إحنا عندنا دعاء، اللهم عرفني نفسك فإن لم تعرفني نفسك لما عرفت رسولك. نعم. زين يعني إحنا يعني معرفة الإله خلينا نعرف الرسول الإمام. شو يعني كأنه بس احنا من شفت يعني خطبة الإمام أمير المؤمنين كأنه هي الخطبة تأخذنا إلى الله عز وجل. نعم. وعندنا دعاء عرفة، فكيف يكون الظهور لغيرك؟ نعم. وهو يعني يعني هو الظهور لله عز وجل. واضح، تسمعين الجواب إن شاء الله. أم فاطمة حياكم الله. الله يسلمكم ويحفظكم ويرعاكم. نعم. أسئلة متعددة أستاذ عباس، نحاول قدر المستطاع نجيب عليهم كلهن. أنا راح أجيب من الأسرع بالإجابة. طيب. وبعدين لأن لا حتى لا. الوقت ما يأخذنا. طيب لا بأس. يعني نبدأ بسؤال الأخت أم محمد. أم محمد، هذه قضية فيما يرتبط لا تطع الكافرين والمنافقين. لا تطع الكافرين، هذا أكو مبدأ مهم أن نفهمه. هل القرآن عندما نزل نزل ليكامل الذات المحمدية، يعني لتكتمل به الذات المحمدية، أم أن الذات المحمدية مكتملة؟ طيب. بعد ذلك بعثت. يعني هل رسول الله بحاجة إلى الكتاب اللي نزل القرآن حتى هو يستفاد، حتى هو يتكامل؟ لو لا، هو من اختار الله كان متكامل، كان بالغ مرحلة الطاعة وكل شيء، وإنما هذا الكتاب جاء بيده ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الفرق وين؟ الفرق إذا كان الرسول متكامل وبالغ مقام العبودية، وإنما هذا الكتاب جاء بعد أن بعثه الله لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، فمعناها كثير من الآيات راح موجهة إن بطريقة إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني يابا إذا أنا جاي أخاطب الرسول وأقول له لا تطع الكافرين والمنافقين، فكيف بكم؟ فأنتوا ليش تصيرون بطانة إلهم؟ مو هو نبي وهو أكرم الكائنات إلي وأني أحذره. التحذير في هذا المقام، مع أنه الرسول لا يطع الكافرين والمنافقين، لكن التحذير بطريقة إياك يعني واسمع يا جارة يجعلنا نحن، أقصد المكلفين اللي جاي يجيهم الخطاب وجاي يسمعوه، راح يوقعنا في إشكالية كبيرة جدا، لأن حجة الله ستكون تامة علينا في هذا المجال. فبعد ذلك إذا جاء أحد وطلع أبوه أمه ما أعرف قرايبه منا كافرين، وهو يطيعهم بعنوان إيش سوى، أنا يقول له مو رب العالمين للنبي قال إياك أن تطع الكافرين والمنافقين، مع أنه بصراحة يعني أنه النبي محمد صلى الله عليه وآله بوصفه مكلف بدعوة. نعم. ودعوة يجب أن تصل، فممكن بأنه في لحظات معينة الظروف المصالح تخليه ممكن بأن يقول هذه أقدمها لأنه ما أستطيع أن أمرر الدعوة إلا مثلا بمحاباة لهذا الشخص، ومع ذلك لم يحصل مثل هذا الأمر. فما بالك إحنا اللي إحنا يفترض بينا بأنه نكون دائما يعني حريصين على أنه لا ننزاح ولا نندمج مع الكافرين. فإذا مثل هذه الآيات
هذه الآيات جاءت بطريقة إياك أعني واسمع يا جارة، بطريقة إقامة الحجة على الناس، بطريقة الربوبية أيضا، لأنه هذا توجيه من الله، لا يوجد كائن أعلى من أن يوجهه الله. يعني بمعنى عندما يقول الرسول أدبني ربي فأحسن تأديبي، هي شلون تصير هذه القضية غير تصير ضمن ضوابط وتوجيهات وأمور الله تبارك وتعالى يوصلها إلى رسوله؟ نعم، بعد البلاغ عندما نزلت كآيات نعلم بأنه الرسول هو لا يطع الكافرين والمنافقين، لكن لأننا نحن بحاجة إلى أنه نجعل من خطاب الله لرسوله معيار حتى نفهم قضية الاحتجاج. طيب هذا فيما يتعلق بهذه الآية. خلي على مدة الترابط يكون جيد، خلينا نتحول لسؤال الأخ سعد من بغداد. نعم. وقال حديث عن الرسول سبحنا فسبحت الملائكة، كان سؤاله أنه سؤال عميق، هل نحن هل نفهم أنه كانوا مكلفين ومختارين قبل عالم الذر؟ وتوسع في هذا الكلام الأخ سعد. شوف احنا نحتاج نوجز حتى نجاوب على الأسئلة أربعتنا. اي مو انت اختارت سؤال استاذ سعد، راح احاول ان اوجز فيه. احنا بالنسبة ان ما موجود في هذا الكون، علة خلق هذا الكون، الداعي الى خلق هذا الكون هو مرتبط بنورهم. اذا تكشفت الحقائق فستتكشف كثير من المقامات المرتبطة بهم في اي عالم موجود. يعني احنا الحجب اللي جاي نعيشها الآن نعيش، لأنه عندنا امتحانة، لكن بالنسبة للملائكة عندما عرضوهم ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، من تعرض هذه الحقيقة عندنا عنوانين للعرض. مرة يصير العرض بعنوان المباشر، يعني أنا وانعرضت فأنا أتحدث عن نفسي وأنا مستشعر، ومرة ممكن يكون العرض عرض لمقاماتهم بالصورة اللي الله تبارك وتعالى يختارها لإقامة الحجة. أقربها بمثال بسيط، ترى النصوص اللي نجدها إلى عالم ما بعد الظهور ترى هي نوع من العرض. كيف؟ يعني الآن من يقول مثلا وضحها السلام، يعني من تجينا نصوص مرتبطة بما الذي يحصل عند ظهور مولانا الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، يحصل خسف بفلان مكان، بني فلان يظهرون، طيب السفياني، يعني هذه القضايا اللي هي ذكرت بوصفها توصيف لما سيحصل، هذا نوع من العرض للأشياء قبل حصولها. في ذات الوقت عندما الله تبارك وتعالى يعرض النور أو الأرواح النورانية على الملائكة ليبين حقيقة معينة، هذه الأرواح النورانية تسبيحها مو مثل هذا اللي بدنا نتلفظ به، يعني سبحنا فسبحت الملائكة. توجد روايات تقول يعني عندما هللنا وسبحنا لتعلم الملائكة، يعني حتى الملائكة لا يحصل عندهم اضطراب ويتوهمون فينا ما يتوهمه الغلاة فيهم، يعني هم يحتاطون بحيث يكبرون حتى يعلمون بأنه احنا نسبح الله. يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله ليعلموا بأنه المداد الذي لديهم من الله، لأن من تظهر حقائقهم تظهر حقائقهم بعناوين ممكن بأنه الآخر يضطرب لما أولاهم به الله تبارك وتعالى من المقامات. فمن هذه الناحية من يقولون بأنه سبحنا فسبحت، كل شيء له علاقة بالطريق إلى الله لا بد أن يمر عبرهم، سواء بالشكل المباشر بعد ظهورهم أو سواء بما يظهره الله تبارك وتعالى من حقائق منتزعة منهم تمهيدا لظهورهم، لأنه أيضا التمهيد لظهورهم يرتبط بهم مو يرتبط بسواهم. كل شيء له علاقة بالكائن الغائي اللي الله يختاره لا بد وأنه يكون له أثر في عالم الوجود. يعني آثارهم الآن إذا أردنا أن يعني نقدم تصور معين، طيب إذا أردنا أن نقول النظام الذي نجده الآن في كل هذا الكون، في السماوات، في الأرض، في كل شيء، هذا النظام اللي أبدعه الله تبارك وتعالى لابد وأنه الكائن الغائي اللي لأجل خلق هذا الخلق لابد وأنه يمتلك من النورانية التي تكشف سبحانية الله
وعظمة الله وتتجلى فيها صفات الله يكون هذا النظام مساوق له. يعني انبهارك الآن لو تنفتح قدامك الآفاق وتعلم عالم المادة كيف جاي يتصرف في في حراكة وفي دقتة وفي تنامية، أنت لازم تعرف بأنه الآيات واحدة. من تنكشف النورانية راح تجد بأنه هذا مترابط مع هذا. فلذلك العوالم سواء عالم الذر اللي عبروا عنه، عالم الأشباح، عالم النور، كل عالم إحنا نريد نجده. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. النبوة أصلا استخلصت منه. يعني النبوة إذا جئنا إليها، النبي الخاتم رشحات من نبوته هي نبوة آدم. هي نبوة يونس، هي نبوة، هذه رشحات. ماذا ما المقصود بها؟ المقصود بها بأنه مثلا إذا أردنا أن نقول النبوة كوجود مادي في الأشياء، لابد وأنه هناك طرائق وهناك يعني الله تبارك وتعالى هناك سبل معينة لبلوغ هذه، لبلوغ النبي إلى هذا المقام. هذه السبل والطرائق الله أوجدها لأجل ماذا؟ لأجل ظهور النبي الخاتم. فتعتمد هذه الأمور على هذه القضايا. فهمنا إلها من هذه الناحية ناتج عن ترابط بين العوالم من جهة، وعن أنه الانكشافات لا يجوز أن تقاس كلها قياس واحد. فمن نريد نتحدث مثلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نقول أنه لبى، أول من لبى في عالم الذر وشهد لله بالوحدانية. طيب هاي التلبية في عالم الذر، هل معناها بأنه الرسول الذي ظهر بيننا نرجعه هو هو كما هو بمشاعره بوجوده، ونقول في عالم الذر ظهر وتبين بهذا الشكل؟ نقول لا نستطيع أن نتعامل بهذه الطريقة. نحن علينا أن نفهم بأنه في كل عالم من هذه العوالم له حيثياته، وما صدر من روايات ونصوص تشير إلى مقاماتهم في تلك العوالم روعي فيها حدود ما نستوعبه من الخطاب. أحسنت. فالتلبية مو شرط أن تكون التلبية اللي إحنا نفهمها الآن التلبية المختارة، وإنما ممكن نفس الذوات نفس المضامين كيف تحركت في تلك العوالم لتصل إلى هذا العالم. بالمناسبة حتى الزمان لا نستطيع أن نأخذ عنه التفصيل إلا بالعنوان اللي إحنا نتحسسه اللي هو ماضي حاضر مستقبل. لكن عند الله مثلا في عالم المشيئة أفرض، هل الزمان مقسم بهذا الشكل ماضي وحاضر؟ لا. ما ممكن يكون المستقبل متقدم. ما معنى أن المستقبل متقدم؟ يعني الله تبارك وتعالى ما سيصله هذا الكائن ممكن بأنه هو كله يضمه ابتداء ثم يبدأ بالانطلاق. فكثير من النصوص ممكن أنها تتحدث عن المقامات وعن النورانية فيما سيظهر وليس فيما قد ظهر. لكن لا بد أن تأتي بصيغة الماضي لأنني ما أستطيع أن صحيح. أستوعبها إلا بهذه الصيغة. بقى عندنا سؤالين أم فاطمة والشيخ فلاح. نعم سؤال أم فاطمة. أم فاطمة ماذا كان حديثكم أنتم جنابكم أن الناس تتخبط في معرفة الإله دون المعصومين، فأجابت نماذج من الأدعية مثلا اللهم عرفني نفسك ودعاء عرفة أدعية أخرى قد تعطي غير هذه المعاني. هي التي أتذكر من مداخلتها مثلا في قضية اللهم عرفني نفسك، فإن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإن لم تعرفني نبيك لم أعرف إمامك أو إمامك حجتك. أي حجتك عفوا. اللهم عرفني حجتك، فإن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني. هذا الحديث منا كمتصور أنه كأنما الإمام هو لازم، يعني لازم نبدأ بالطريق المعكوس أنه الإمام يعرفنا حتى نستطيع أن نعرف الله تبارك، لأن الله يعرفني نفسه ثم بعد ذلك أعرف النبي ثم بعد ذلك أعرف الحجة الإمام ثم بعد ذلك أعرف الدين. هذا الطريق يعني بأنه هناك فطرة فطرنا الله عليها مرتبطة به، هذه نعرفها من دون الحاجة إلى شيء. وهذا هي نقطة الخطأ اللي يقع في بعض الأخوة، أنه يتوقعون بأنه الدخول إلى الدين يبدأ من النص. الدخول إلى الدين يبدأ من معرفة الله، أول الدين معرفته. ومعرفة الله المقصود بها المعرفة الفطرية، أنك تعرف بأن الله كامل كمالا مطلقا وأنه عادل
إذا عرفت ذلك فلا بد وأنه يبعث من يبين مراده. من هنا بدأت معرفة النبي، بعد أن عرفنا بأن الله تبارك وتعالى كامل عادل، فلا بد أنه من العدل أن يرشدنا إلى الطريق فنعرف النبي. عندما يأتي النبي بالآيات لا بد أنه هذه الآيات تطبق. إذا لم يعين علما وحجة له يطبق هذه الآيات ويحملنا على الجادة فنكون قد ضلنا. لذلك إذا لم نعرف النبي لا يمكن أن نعرف الحجة. إذا ما عرفت الحجة ضللت عن دينك، لأنه دخلت في قضية الرأي وقضية الأهواء، فالتخبط يحصل بخلط بعض الأمور. يعني إذا أسبغت صفات الله على المختار، على النبي، على الوصي، هذه الحالة تنشأ عندها الاضطرابات. عليك أن تضبط المسار. أنت عرفت الله، معرفتك بالنبي لتعرف مراد الله، معرفتك بالإمام لتطبق شرع الله، لا تضل عن الدين. إياك بأنه يعني تخبط الأمور ثم لا تجعل البوصلة متجهة إلى الله ابتداء، لأنه هم وجه الله. ما معناهم وجه الله؟ يعني ما يتم التوجه بهم إلى الله. أنت تتوجه إلى الله بالإمام، لكن لا تخلط الأوراق بالطريقة اللي الآن إحنا نشوفها على الواقع بدأت يعني تنتشر بشكل غير محمود. بعد عندنا سؤال الشيخ فلاح. فلاح الله يحفظه، قضي سوق المعاني لا يوم الغدير، ونعتذر منه، كان سؤال الأول والإجابة أصبحت الأخيرة. أنا أعلم بأنه الشيخ فلاح يعني هو عالم ويعرف بكثير من القضايا، لكنه يريد أن يثري المباحث لل... نعم، يقول سوق المعاني لا يوم الغدير، وبدأ بقضية سلوني قبل أن تفقدوني، هذه المعاني المرتبطة بأهل البيت. وعدنا دقيقتين سرعة. نعم، يعني الله تبارك وتعالى إذا كنا فعلا نريد أن نصل إلى مرحلة رضوان الله، نريد أن نصل إلى مرحلة أن نطبق ما يريده الله، هذا طبعا نخاطب به الذين آمنوا بالله، فلا بد أن نعي بأنه الله سبحانه وتعالى عندما يختار من عباده من يفرض ولايته وطاعته فمعناها أنه الطريق إلى الله أصبح ميسورا. الناس البعض نتيجة أنه يدعون شيء وفي داخلهم شيء آخر يخلطون الأمور، فيبدأون بمزاحمة الولي المنصوب من الله الذي عنده علم الكتاب، بمعنى أنه الذي لديه المقاصد بتمامها التي أرادها الله تبارك وتعالى، يخلطون هذه الأوراق مع بعضها لأنهم هم يريدون أن ينفذوا مآربهم لكن بعناوين تزيح المعين من الله ليتخذوا طريقهم هم بعد ذلك. في يوم الغدير، يوم الغدير ما أبقى لأحد حجة. أنا من أقول ما أبقى لأحد حجة عندما يتحول الناس إلى رعيلا صموتا، يعني مهطعين إلى الداع. هناك ماكو وكاحة، حس الوقت بيوكح يريد يقول لا هذا مو دليل. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقف ويوقف الناس ثم يقول ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يقولون له نعم. يعني من البداية يقول في يوم الغدير بأنه بذات الولاية التي لي علي هو وليكم. قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم، لأن القرآن يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. بذات هذه الولاية قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. عندما يأتون ويحاولون يقولون هذه الولاية كذا وهذه الولاية لا تعني كذا، هي ولاية الرسول نفسه نقلها. هذا من يريد هسه يعني أنت تدري هو قاعد بقاعة الامتحان وبيده الورقة والأسئلة ويشخبط بكيفه، خليه يشخبط. بس بعدين من تنوخذ الورقة وتصلح وهو واقف بالقيام منتظر النتيجة، ذاك الكلام غير شكل. فهسه هم أحيانا يعني تريد أصلا تعبر لك جملة وياهم ما تقدر، لأنه من يقول وجيب من القرآن وجيب الاسم من القرآن وليش ما قال بالقرآن الاسم ومدخلك بهاي الهوسة مالت. عندك حديث الغدير اللي إحنا دنمر بمناسبة اليوم، حديث الغدير ما أبقى لأحد حجة،
لأنه مبايعة مولانا أمير المؤمنين يوم الغدير وولايته بذات ولاية النبي، محال أن يتقدم بعد ذلك أحد أصلاً لو كان هناك إخلاص. أصلاً شلون يتجرأ واحد النبي رافع إيد شخص وقايل من كنت مولاه، فهذا علي مولاه، وبعد ذلك تسول له نفسه أن يعلن نفسه خليفة. كيف الناس تسول لهم أنفسهم أن يطيعوا هذا الخليفة الجاي ويتبعوه؟ هذه القضايا إذن ضمن هذا الاعتبار في يوم الغدير ظهرت وتبينت بشكل قطعي وواضح وجلي. أحسنتم وجدتم، حشرنا الله وإياكم أمير المؤمنين والثبات على الولاية إن شاء الله يحفظكم. وأيامكم سعيدة، يسعد أيامكم مسبقا قبل يوم الغدير الأغر. أستاذ عباس شكرا جزيلا لكم. الله يحفظكم أستاذ. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة والإصغاء. ملتقانا إن شاء الله في حلقات قادمة. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله. Oh, 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 oh.